السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا اليوم موضوع جديد اسمه الأعشار وعشر معناها جزء من عشرة يعني لو عندي عشرة أجزاء زي كده جزء واحد من عشرة معناها عشر تمام طيب يعني إيه كسر عشري الكسر العشري احنا خدنا يعني ايه كسر عشري في المراحل السابقه ولكن بنعيد معاه نعيد عنه الآن الكسر العشري هو عدد تستعمل فيه القيمة أو القيم المنزلية والفاصلة العشرية يعني لما تلاقي فيه فاصلة عشرية كده مثلاً وهنا صفر وهنا ثلاثة مثلاً ده يسمى كسر عشري تمام يبقى الكسر العشري هو عدد تستعمل فيه القيم المنزلية والفاصلة العشرية وإحنا عارفين القيم المنزلية لو تذكروا أول خانة يمين الفاصلة بنسميها جزء من عشرة بنسميها جزء من عشرة يعني اللي قدام دي لما أحب أقرأها بقرأها ثلاثة من عشرة بقرأها ثلاثة من عشرة تمام آه بندرس بالتفصيل الموضوع الآن العشر ما هو العشر قلنا العشر هو جزء واحد من عشرة أجزاء متطابقة يعني مثلا قدامي هذه تمثل الواحد الصحيح المربع الازرق ده كاملا بيمثل الواحد الصحيح او بنقول عليه واحد على واحد او بنقول عليه واحد فاصلة صفر ده بيمثل الوحدة الكاملة او الواحد الكامل طيب لو بصينا ايش المظلل في الرسم اللي على اليسار هذه مظلل جزء واحد من عشرة اجزاء لذلك زي ما احنا خدناها سابقا بكتبها واحد على عشرة المقام هو العدد الكلي للاجزاء اللي هم عشر اجزاء والبسط هو جزء المظلل لذلك نقول واحد على عشرة طيب كيف تكتب بالفاصلة بنكتب صفر فاصلة واحد يعني واحد أيضا من عشرة يبقى اليمين الفاصلة يمثل الأجزاء من عشرة طيب عدد الأجزاء من عشرة كام جزء واحد فقط لذلك بكتبها صفر فاصلة الجزء اللي تمثل على اليمين واحد من عشرة يبقى تمثل واحد من عشرة طيب نشوف المثال اللي تحت أعطانا الرسمة دي كيف أمثلها بكسور اعتيادية أول شيء دايمًا المقام هو العدد الكلي للأجزاء كم جزء كلهم مظلل أو غير مظلل نعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر يبقى المقام هكتبه عشر خلاص المقام عشر طب والبسط كم واحد لونه أزرق أو مظلل خمسة لذلك تكتب خمسة على عشرة طب لو حبيت أكتبها بالفواصل قلتلكم خمسة من عشرة خمسة من عشرة يبقى أحط صفر فاصلة خمسة وده يسمى خمس أجزاء من عشرة، لأن قلت أول جزء يمين الفاصلة يسمى من عشرة. وطبعا زي ما أنتم شايفين عددهم كلهم عشرة، لذلك نقولها خمسة من عشرة، تمام؟ وزي ما قلنا الجزء أو الغطاء الذي لونه أزرق يمكن أن تكتب في صورة كسر اعتيادي خمسة على عشرة، وفي صورة كسر عشري صفر فاصلة خمسة أو نقول عنها جزء من عشرة. والآن نشوف مع بعض كيف أحول كسر اعتيادي إلى كسر عشري. أو كسر عشري إلى كسر اعتيادي. الأمر بسيط، لو عندي 4 على 10. 4 على 10. وبغيت أحولها إلى صورة كسر عشري، ده اسمه كسر اعتيادي 4 على 10. بعمل إيه؟ بعمل إيه عشان أحولها إلى كسر عشري؟ بكتب يساوي. وبكتب صفر فاصلة. والجزء من عشرة هو البسط اللي هو أربعة لذلك أكتبها صفر فاصلة أربعة ونقول أربعة من عشرة أربعة من عشرة يبقى التحويل من كسر من صورة كسر اعتيادي اللي أربعة على عشرة إلى صورة كسر عشري بحط صفر فاصلة وأكتب الأربعة يمين الفاصلة مباشرة لأن ده خانة اسمها خانة الجزء من عشرة طب لو العكس يعني أنا عندي صفر فاصلة ثمانية وعاوز أحولها إلى صورة كسر اعتيادي دايماً اشوف الفاصله بعد كم رقم الفاصله بعد رقم 1 لذلك نضع في المقام 10 ولو الفاصله بعد رقمين هناخدها فيما بعد هنحط المقام 100 لكن الان الفاصله بعد رقم 1 نضع المقام 10 وفوق نكتب كم 8 يعني 8 من 10 تكتب 8 على 10 8 من 10 تكتب 8 على 10 طيب الواجب من 1 الى 9 صفحه 150 تاكد الواجب صفحه 150 من 1 الى 9 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته